سي عبد اللطيف، اليوم تدير واحد العمليه تاع تكريم مجموعه من الاساتذه، وهذه مبادره اللي هي طيبه. يعني فين تدخل بالنسبه لكم هذا الموضوع؟ واش دائما تديروها ولا هذه سابقه بالنسبه لكم؟ وفعلا هذا تقليد حضاري دأب الثانويه الشريف الادريسي على ارصائه. فعند نهايه كل موسم دراسي يتم الاحتفال والاحتفاء بتلة من الاطر، سواء كانت اداريه او تربويه، اللي وصلوا للمرحلة ديال التقاعد أو خذوا تقاعد نسبي ولا حتى اللي انتقلوا، تيتم تكريم هاد التلة من الأساتذة عرفانا واعترافا ورد الاعتبار لهؤلاء على ما قدموه للمنظومة التربوية رغم الإكراهات اللي كنعرفوها الجميع. فعلا هاد نحن راضون كل الرضا على فهاد الثانوية ديالنا اللي كنسميوها باختصار بين مزدوجتين الزاوية. وبالتالي فأكيد بأن هاد الاحتفاء وهاد الاحتفال بشكل غيخلي واحد الأثر إيجابي في نفوس محتفى بهم، وبالتالي غيأثر بشكل إيجابي على العطاء اللي عطاو واللي قدموا المردودة للمنظومة التربوية بشكل عام، وثانوية الشريف الإدريسي بشكل خاص. استاذ النقيري، اشنو هي المعايير اللي خصو باش ديروا التكريم لهاد الاساتذه؟ واش غير اللي المتقاعدين ولا ايضا اللي تيتنقلوا؟ كيف اشنو هي المعايير اللي تتاخذوا؟ واش ديما تتنظموا بحال هاد الاحتفال؟ الاحتفاء بالاساتذه المتقاعدين هو واحد نقدروا نقولوا بانه عرف دائم في الثانويه التاهيليه الشريف الادريسي. كل سنه الهم الشاغل ديال الثانويه هي انها تنظم حفل تكريمي بشراكه مع جمعيه الاباء، يعني الاساتذه زائد جمعيه الاباء، اللي كيكون الهدف منه هو اننا نعترفوا بالجميل للاساتذه، وايضا نبرزوا القيمه ديال الاستاذ حينما يصل الى مرحله التقاعد، اعترافا لهم بالمجهودات التي قدموها التلاميذ، وايضا العلاقات ديالهم الطيبه اللي كتكون مع الزملاء ديالهم. وما ننساوش انهم فناو تقريبا اكثر من 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 عقد من الزمن ديالهم، وهما كيدرسوا داخل هذه المؤسسه او مؤسسات تعليميه اخرى. لذلك الهم ديالنا الشاغل هو اننا نعترف لهم بهذا الجميل. لذلك لجنه تنظيميه ديال الثانويه التاهيليه الشريف الادريسي بشراكه مع جمعيه الاباء واولياء امور التلاميذ كتاخذها كعرف دائم باش اننا نقول لهم واخا نتوما تمشيو راه كتبقى صله الوصل بيناتنا. فهاد الاحتفال ما كيكونش فقط غير المحتفى بهم فقط، هناك معايير اخرى. حتى الاساتذه اللي كيخرجوا تقاعد ديال السنوات السابقه حتى هما كيجيو وكيحضروا وكيقدموا شهادات في حق المحتفى بهم، وكيحاولوا انهم يجدوا الاواصر ديال العلاقات ما بين الجيل السابق والجيل اللاحق.